بالنسبة للمندي هي أكلة جداً سهلة، وهي عادة بتنعمل بالفحم، يعني بتتفحم سمير، فهي بتعطيك النكهة المدخنة. هلأ إحنا بنقدر نعمل النكهة المدخنة بالبيت باستخدام فحمة وشوية زيت نباتي، هلأ كمان شوي رح نبلش فيها. بس أول إشي بدنا نبلش بتقليبة الرز والبهارات وهذا. هلأ هون أنا عندي بصلة مع زيت زيتون عم بقلبهم، بس بدي يتحمر شوي. هلأ رح أزيد البهارات الصحيحة، عندي قرفة، عندي هون كبشة قرنفل، عندي هيل، وعندي فلفل أسود وورق غار، عشان بس نقلبهم عشان يتنكه الزيت منهم. هون عندي رز بسمتي مغسول ومصفى، أنا ما بنقع الرز، فمغسول مصفى. المهم بالرز، لما بدنا نشتغل بالرز إنه نتأكد إنه ما نغسله 4-5-6 مرات لحد ما المي تصفى، عشان ما بدنا النشا تاعه، وعشان تتفلفل كل حبة بحبتها. تمام. ولما نغسل الرز مثلا، أنا شو بعمل بالبيت، كثير أنت بتستهلك مي عشان تصفيه، عشان تصفي الرز، بخلي صحن غميق تحته ولما المي بس الزرع فيه. والله حرام صراحة. طبعا هلو. حرام هلو. والمي نظيفة يعني، بس فيها شوية نشا. تمام، هنا من قلبه نزيد البهارات المطحونة. هون عندي بودرة بصل، شوية قرفة، وشوية قرفة وهيل. هلأ منزيد ملح وشوية فلفل أسود. هلأ رح ننقل الرز هون، وبعدين رح نجهز إيش؟ الجاج. تمام. هاي عندي جاجة هون، وأنا بحب الجاج وزنها كيلو، كيلو مية، كيلو 200 انكترت. بس نفتحها من ظهرها. بسم الله. بتحب الجاجة كبيرة للمندي ولا صغيرة؟ لا، أنا دائماً الجاج بحبه صغير. دائماً الجاج صغير، ما يتعدى وزنه كيلو 200، يعني الكيلو 200 بالنسبة لي كبير. أوكي. هلأ بدنا الجاج. الجاج يعني كثير سهل، بس منتبله بشوية ملح، فلفل، وهون عندي الخلطة اللي بدي إياها، بدي أدهن الجاج فيها. فهون عندي معلقة كبيرة لبن، واللبن هون عم بستخدمه بس عشان تمسك الخلطة على الجاج. هون عندي معلقة كركم، وعندي زيت زيتون، ورح أحط شوية زعفران. تمام. تمام. الزعفران طبعا يباع كثير في محلات العطارة، وما عطارة اللي هو الرخيص، يعني اللي هو ما بعرف عصفر يعني، بيكون مرات بس المهم يعني موجود بأسعار رخيصة يعني. يس. اوكي، بكل بساطة بندهن الدجاج فيه. منلكلك الدجاج. هاي عندي الطنجرة، هاي بتفوت بالفرن. شو رح أعمل؟ رح أنزل 4.5 أكواب مرقة دجاج. بسم الله. يكون سخن، أوكي، مغلي يعني. هلأ شو رح أعمل؟ رح أحط ورقة زبدة، بقصها على قد ال إيش اسمه الطنجرة، وبفتح خزقة صغيرة من النص. هاي شو؟ عشان حنحطها بالفرن نتحكم إنه ما يتبخر المي من الطنجرة وينشف. أوكي. ويرزرز قبل ما الدجاج يستوي. تمام. فهمت علي؟ تمام. تمام. هلأ بدنا ورق سلوفان، تكتميها وبتحطي الدجاج من المنطقة اللي فوق. يس. بالظبط. تعرفين أنا جربت أطبخ بهذه الطريقة مرة، طلع زاكي. فهلأ سكرنا بورقة صغير، ورح نحط الدجاج بهاي الطريقة. تمام. وعلى الفرن. وعلى الفرن بكل بساطة على حرارة 190 من لمدة 50 دقيقة لحد ساعة. 50 دقيقة لحد ساعة، من فوق وتحت بيكون عنا استوى الرز واستوى الدجاج وتحمر الدجاج. فشو هنعمل هلأ؟ بكل بساطة عندي هون الرز مفلفل، طلع قد ايه حلو ما شاء الله. الله 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 الله، بيض الوجه الحمد الله لله. الله الله الله. اوكي،
هلا بنحط الدجاج هون. يا عيني شو بنعمل؟ بنجيب ورق قصدير بنحطها. بدك ملقط؟ هون الملقط. تفضلي ستي. هاد في ملقط ثاني. في ملقط ثاني. خلص مو مشكلة. يعني دبري حالك وهذا بعد ما الاقي لك الثاني. تمام، هلا هون أنا عندي فحمة مولعة. هاي ملقط، هاي ملقط. خلص ممتازة هاي، ثانك يو. شو رح نعمل هلا؟ رح نزيد بس نقطة زيت عشان تدخن. اوكي، وكتب. وعلى السريع سكر. نكتب. هينا احنا بانتظار. يا سلام. بهاي الاثناء طبعا نقرش لك حبه لوز. صحه والف هنا.